خاب ظن رئيس عصابة الكبتاغون في سوريا عندما اعتقد أنه انتصر على شعبه وأخمد ثورة الكرامة والحرية، وفشلت جميع محاولاته في الظهور بمنظر المنتصر بهذه الحرب بعدما حاولت عدة دول عربية إعادة تعويمه من جديد. تلك الخيبة جاءته من المحافظة نفسها. يلعن روحك يا حافظ، يلعن روحك يا حافظ، والتي أشعلت شرارة الثورة قبل 12 عاما وتزيد قليلا، والتي هزت أركان حكمه عندما هتفت عاشت سوريا وليسقط الأسد. محافظة درعا والتي تقع جنوب سوريا وتبعد عن القصر الجمهوري ما يقارب 90 كيلومترا، تعود اليوم من جديد وتنهض من تحت الركام والرماد كطائر العنقاء اللي تقول ما قالته سابقا وتخلط الأوراق من جديد، لكنها هذه المرة تعود وقد اشتدت عزيمتها وقوي عودها. كيف لا وجارتها محافظة السويداء تحذو حذوها وتشد أزرها وتنادي بما نادت به قبل 12 عاما بعد أن حسمت موقفها والتحقت بركب الثورة لتعيد الكثير من الآمال إلى قلوب الشعب السوري وتبث فيهم روح الثورة من جديد. مظاهرات عارمة كانت في الجنوب في بصرة الشام وطفس وجاسم ونوى والعديد من القرى والبلدات في درعا، وفي السويداء غصت ساحاتها بالمتظاهرين المنادين بإسقاط نظام الأسد رافعين علم الثورة السورية. ناشطون سوريون تمكنوا من توثيق أكثر من 30 نقطة تظاهر في الجنوب وأكثر من 25 نقطة في شمال الوطن وشرقه، جميعها رددت الهتاف ذاته وحملت نفس الشعارات لتعيد لنا مشاهدا كانت حاضرة قبل أكثر من عقد من الزمن عندما امتلأت ساحات سوريا بملايين المتظاهرين المطالبين برحيل نظام الأسد. واليوم يجدد الشعب السوري مطلبه ويقول كلمته، لا لحكم الأسد، فحكمه قد ولى وقد فقد شرعيته مع أول قطرة دم أريقت برصاص جنده، ولن يتراجع الشعب عن قراره في ثورته حتى يحقق أهدافه وينال حريته وكرامته. ليتذكر في نهاية التقرير مقولة قالها الشهيد عبد الباسط الساروت قبل رحيله، هذه الثورة ليس لها حل إلا النصر. فالثورة مستمرة، هاي ما لها حل إلا النصر. أسامة المقداد، موقع 18 من آذار.